يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. اللهم اغفر الله واغفر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإن يومكم هذا يوم نحر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأطلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالحق، فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعبة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعبة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة بأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر فلا يحضر مصلانا. وقال ابن عمر رضي الله عنه: الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وكان علي رضي الله عنه يكبر بعد الصلاة، فجي يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلموا أعيادكم بالتكبير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.
وطلعهم عن الأربعة الخلفاء والأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيدة النساء أهل الجنة فاطمة وسيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمة الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، اللهم شدد شلهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اهزم جندهم، اللهم ألق الرعب والخشن والاختلاف بينهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الرفق والجود والكرم والإحسان. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.